السجون الروسية معروفة بالمعاملة القاسية وظروف الحياة الصعبة، وأكثر من يعاني داخلها هم أولئك المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، حيث إنه من النادر أن يحصل أولئك المجرمون على إفراج مشروط أو حتى تخفيف لعقوبتهم. ومنذ بدء العمل بعقوبة السجن المؤبد في روسيا، نجح 6 أشخاص فقط في الخروج من السجن بعد الحكم عليهم بتلك العقوبة. وفي هذه الحلقة سنعرف كيف فعلوا ذلك. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ ألكسندر بيريوكوف. ولد ألكسندر عام 1971، وفي عام 1989 تم تجنيده في صفوف الجيش السوفيتي بعد أن بلغ من العمر 18 سنة ضمن وحدة الدفاع الجوي بموسكو. في عامه الثاني من الخدمة تعرض ألكسندر لمضايقات من أحد الضباط، وهي المضايقات التي استمرت لفترة طويلة. استمر الضابط في إهانة ألكسندر بمختلف الطرق وإجباره على العديد من المهام الشاقة، وفي النهاية نفذ صبر ألكسندر الذي حمل بندقية رشاشة وأطلق النار على الضابط وأرداه قتيلاً. في عام 1991 رفضت المحكمة أخذ شهادة ألكسندر بعين الاعتبار، لأن الاعتراف بتلك المضايقات من طرف المحكمة قد يؤثر على سمعة الجيش السوفيتي، وهو الأمر الذي لا يخدم مصالح البلاد، وبالتالي حكم على ألكسندر بالإعدام. لكن المحكمة أجلت تنفيذه لإعادة النظر في القضية، وبحلول عام 1997 وقعت روسيا على البروتوكول الثالث لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحرية الأساسية، وبموجبه تم إلغاء عقوبة الإعدام لتتحول العقوبة إلى السجن المؤبد. وفي نفس ذلك العام قام المخرج الروسي ألكسندر غوتمان بتصوير فيلم وثائقي يتحدث عن حياة ألكسندر بيريوكوف ووالدته، وقد حقق الفيلم الذي حمل عنوان 3 Days and Never Again نجاحاً كبيراً، مما ساهم في وصول قصة ألكسندر للسلطات العليا في البلاد. وبحلول عام 1999 أعادت المحكمة العليا النظر في القضية لتحكم على بيريوكوف بالسجن لمدة 15 سنة، وهي الفترة التي انتهت عام 2006 ليعود بعدها ألكسندر بيريوكوف إلى منزله. الجدير بالذكر هو أن ألكسندر تحدث إلى وسائل الإعلام بعد خروجه من السجن، وعبر عن كونه لا يشعر بأي ندم لقتله ذلك الضابط، وأن أمثاله لا يستحقون الحياة. ألكسندر شيغولين. ولد ألكسندر عام 1959 وعاش طفولته في دار للأيتام. لم تكن لديه أسرة أو أقارب، وأدين بأول جريمة له حين بلغ من العمر 16 سنة، وذلك في عام 1975، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة الاختلاس. بعد 6 أشهر تم إطلاق سراحه ليعود للسجن مرة أخرى بتهمة ممارسة أعمال الشغب، وبعد الإفراج الثاني عاد للسجن مرة أخرى بنفس التهمة ليتم إطلاق سراحه بعد سنة. بعد ذلك عاد ألكسندر إلى السجن مرتين لارتكابه جريمتي قتل، لكنه لم يمكث في السجن طويلاً. وفي عام 1995 وقف أمام المحكمة مجدداً لارتكاب جريمة قتل للمرة الثالثة، وحينها اعتبرته المحكمة خطيراً على المجتمع وحكم عليه بالإعدام. لكن الحكم لم ينفذ إلى غاية عام 1997، حيث استفاد ألكسندر شيغوليف من توقيع روسيا على البروتوكول السادس لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تماماً مثلما فعل ألكسندر بيريوكوف. وبذلك تحولت عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن المؤبد، وقد بقي ألكسندر شيغوليف في السجن إلى غاية عام 2008، حيث قضى كل تلك السنوات في البحث عن ثغرة قانونية تسمح له بالخروج. وبالفعل تمكن ألكسندر من ذلك بعد أن أثبت بأن المحكمة قد أصدرت ضده حكماً بالإعدام بحجة خطورته على المجتمع، وهي العقوبة التي تحولت بعد ذلك إلى السجن المؤبد. لكن الحجة التي اعتمدت عليها المحكمة غير قانونية، حيث اعتمدت المحكمة في حكمها على القانون الخاص بجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، وهو القانون الذي صدر عام 1960. لكن ذلك القانون حل محله القانون الجنائي للاتحاد الروسي عام 1997. فلاديمير دوكوريان. ولد فلاديمير دوكوريان عام 1952 ودخل السجن مرتين بتهمة القتل. في المرة الأولى حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وفي المرة الثانية حكم عليه بالإعدام باعتباره يشكل تهديداً للمجتمع، وذلك عام 1995.
بحلول عام 1997 تم إسقاط عقوبة الإعدام كما حدث مع المثالين السابقين اللذين تحدثنا عنهما في هذه الحلقة. وبذلك حصل دوكوريون على عقوبة السجن المؤبد، وأثناء تواجده في السجن أصر المجرم على مراسلة المحكمة العليا عدة مرات مطالباً إياها بإعادة النظر في القضية. وبحلول عام 2009 خرج دوكوريون من السجن بنفس الحجة التي حصل بها ألكسندر شيغوليف على حريته، حيث تم تسليط حكم الإعدام عليه بموجب مادة قانونية تم تغييرها. وبمجرد خروجه من السجن حاول دوكوريون الحصول على تعويض من السلطات بسبب الفترة التي قضاها في السجن بطريقة غير قانونية، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة. فلاديمير باكوموف. ولد فلاديمير عام 1954، وفي عام 1972 تم تجنيده في صفوف الجيش عن عمر يناهز 18 سنة. وبعد تسريحه استقر في كازاخستان ليعمل هناك لمدة 7 سنوات كاملة في أحد المصانع. بحلول عام 1981 حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 2 بعد ثبوت تورطه في جريمة سرقة. وبعد خروجه من السجن تورط مجدداً في العديد من جرائم السرقة والسطو المسلح، لتنتهي سلسلة جرائمه بقتل أحد أصدقائه ليمثل أمام المحكمة مجدداً عام 1993، وهناك صدر بحقه حكم بالإعدام. ومثل بقية أمثلتنا في هذه الحلقة، فقد نجا باكوموف من الإعدام وتم نقله إلى سجن مخصص لأولئك المحكوم عليهم بالسجن المؤبد. بحلول عام 2011 قبلت المحكمة العليا بإعادة النظر في القضية، ووجدت بأن باكوموف تمت إدانته بنفس الطريقة التي أدين بها بعض الأشخاص في السابق، حيث اعتمد الحكم بالإعدام على القانون الخاص بجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية بدلاً من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية الذي صدر عام 1997. وبموجب ذلك قررت المحكمة العليا إلغاء حكم السجن المؤبد والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فقط. وبما أن باكوموف قضى بالفعل أكثر من 10 سنوات في السجن، فإنه تقدم بشكوى يحاول من خلالها الحصول على تعويض بملايين الدولارات من طرف الحكومة الروسية. وبحلول عام 2014 تمكن باكوموف من الحصول على ذلك التعويض، لكنه لم يكن بالقيمة التي توقعها، فبدلاً من ملايين الدولارات حصل باكوموف على تعويض قيمته 60,000 روبل روسي، وهو ما يعادل حوالي 800 دولار. أليكسي بيكوف. ولد أليكسي عام 1976 بإحدى قرى إقليم بيرم، وفي شهر مايو من عام 1999 تم اعتقاله، وقد كان عمره آنذاك 23 عاماً. تم اعتقال أليكسي رفقة شقيقه نيكولاي البالغ من العمر 21 عاماً وصديقهما المقرب. كانت البداية من ليلة الفتح من شهر مايو من عام 1999، حيث كان الثلاثة في حالة ثمالة. في تلك الليلة كانت المجموعة تتجول خارج المنزل، وأثناء ذلك التقى الشابان مع شابان آخرين وحدثت بينهم مناوشات، ليتحول الوضع بعد ذلك إلى معركة طعن خلالها أليكسي بيكوف شخصاً آخر بواسطة مفك براغي. بعد ذلك قام أليكسي بقتل الشابين الآخرين بنفس السلاح لكي لا يترك أي شهود غير مرغوب فيهم. وبحلول 26 من شهر مايو من نفس العام وصل المحققون إلى المجرم، وتم اعتقال أليكسي رفقة شقيقه وصديقهما ليمثل الثلاثة أمام المحكمة يوم 15 من شهر نوفمبر. وقد صدر حكم نهائي في القضية حصل فيه المتهم الرئيسي أليكسي على حكم بالسجن المؤبد، في حين حكم على شريكيه بالسجن لمدة 15 سنة، ولم يتقبل أليكسي ذلك الحكم. ومن أجل إعادة النظر في القضية تم تقديم العشرات من الطلبات للمحكمة العليا، لكنها لم توافق على طلب أليكسي إلا بحلول عام 2010، حيث تم فتح ملف القضية مجدداً، وحينها خففت المحكمة العليا الحكم إلى السجن لمدة 20 سنة. وبعد 2 من ذلك حصل أليكسي على إطلاق سراح مشروط. وحسب ما صرح به أليكسي بعد إطلاق سراحه، فإن شعوره بعد تخفيف المحكمة لعقوبته كان أشبه بشعور الحصول على الحرية، خاصة وأن تخفيف العقوبة نتج عنه نقل السجين إلى مؤسسة عقابية أخرى بدل المؤسسة العقابية المخصصة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، والتي يعيش فيها السجناء ظروفاً صعبة للغاية. وأخيراً أنفار ماسليموف. ولد هذا الرجل عام 1955، وتم تجنيده في صفوف الجيش حين بلغ من العمر 18 سنة. بعد أن تم تسريحه تزوج وحصل على وظيفة في أحد المصانع. وبحلول عام 1980 حين بلغ ماسليموف سن 25 من عمره، نشب شجار بينه وبين أحد العمال في المصنع،
وهو الشجار الذي انتهى بطعن ماسليموف لزميله الذي توفي على الفور. ونتيجة لذلك عوقب ماسليموف بالسجن لمدة 15 سنة. وفي عام 1991 حصل الرجل على إطلاق سراح مشروط، وسرعان ما ارتكب جريمة قتل أخرى، حيث نشب شجار بينه وبين أحد الجيران. حمل إثرها ماسليموف فأساً وقام بتقطيع جسد جاره. بعد المثول أمام القضاء، حكم على ماسليموف بالإعدام بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها، لكن الحكم لم يتم تنفيذه بسبب إلغاء عقوبة الإعدام عام 1997. وبموجب ذلك تم إرسال ماسليموف إلى مؤسسة عقابية مخصصة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وأثناء تواجده هناك قدم العديد من الطعون والشكاوى للمحكمة العليا. وبعد النظر في قضيته وجدت المحكمة العليا أن ماسليموف دخل السجن بموجب نصوص قانونية قديمة، وأن الحكم الصادر بحقه لم يأخذ بعين الاعتبار مواد القانون الجنائي الروسي الصادر عام 1997. بحلول عام 2016 أصدرت المحكمة العليا حكماً جديداً في القضية، وتقرر إطلاق سراح ماسليموف الذي قضى فترة 10 سنوات في السجن، وهي الفترة المحددة في الحكم الجديد الذي أصدرته المحكمة العليا. وبعد ذلك عاش ماسليموف حياة هادئة رفقة زوجته، وبقي بعيداً عن عالم الجريمة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.